اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم سجل هذا الفيديو بعد الساعه 12 بالليل، اذا بتلاحظوا ما جايين النوم، وهذا الفانكشن شغل لي بالي، كم فانكشن شغلين لي بالي بدي اسجله. فانا تمارين بلغه هاسكل، ومش قصه انه احتراف ومحتراف، بدي اسجلهم ومأجلين علي كتير، حاس من اجليتهم كتير. اوكي، فخلينا نسجلهم. اولا في عنا فانكشن شفته، بس كان حدا طالبه ببايثون شفته على الفيسبوك، فحبينا نترجمه على هاسكل. هذا هاسكل اعرف فانكشن اللي هو بيعطيك اطول الكلمه، او يعني جيب يعني دور على اطول كلمه بالجمله، واذا كان في كلمات تانية بنفس الطول طلعهم بعدين. عرفت كيف؟ يعني طلع الكلمات اللي هي اكبر كلمات في الجمله، اوكي، اللي عندها اكبر طول ممكن. طيب راح نجي هاي، هون في عندي فانكشن تاني، في عندي فانكشن تاني هون، اوكي، واحدة واحدة، تمام، هني ثلاثة. طيب هذا كيف بنحل اول واحد، نطول اول جملة. اول شيء نعمل هيك ماكس، اوكي، str، اوكي، لا بين جملتين، وطبعا ماكس str بده يكون string، بتعطي كمان string، بتعطيك string تاني، تمام. هلا ماكس str لا x str، خلينا نسميها str1 مع str2، اوكي، بتساوي اف اذا length تبع الاستيار 1 اكبر من length تبع الاستيار 2، then رجع للاستيار 2، اوكي، str str1 إذا هي اللي أكبر، عم نحكي على الأكبر، okay. else str2 حتى لو هن متساويين، تمام، حتى لو هن متساويين، لأنه أنت لما بدك تمر على باقي اللستة رح تعمل التالي، اوكي، ف هلا longest longest str function، okay. بقلب str معينة، string معينة، تمام، variable اسمه string، بتساوي fold l، تعمل folding l للmax str، تمام، لا max str بتبلش بجملة فاضية، تمام، جملة بجملة فاضية، كيف نحط هيك مثلا، بس كيف جملة فاضية بتبعت عليها الwords، في function اسمه words بياخد string، string نفسها بروح مقطع على كلمات، والكلمات بعدين بشتغل فيهم بياخدهم كلمة كلمة ورا التانية، فهذه هي كلها هيك بيعطيك أطول كلمة، بس لانه في ممكن يكونوا مكررين فحتاخذ اول وحده بس، تمام. هلا بدي اصفيهم الكلمات اللي هن على اكبر وحده، ماشي، فاصبح شو اسمه، اصبح شو لازم تعمل، أصبح لازم تعمل التالي، اوكي، هون جوا، اوكي، بتقول له فلتر انه equals length بمعنى such that x such that انه
هون تحط قبل، يعني في ال بسموه من السترينج. اوكي بدك تفلترها، بس انت شو بدك تعمل؟ تقول له هون وير او هيك مثلا، longest word. اوكي بتساوي هاي، وبعدين بتقول له length تبع x بتساوي length اللينك تبع الاكس تبع بيساوي اللينك تبع اللونجست وورد. تمام. اذا بدي اياها اسرع، باخذها هي كلها هيك. تمام. كمان بحط مثلا لونجست word length مرة واحدة بتنحسب بتصير اوكي، وبتحطها length تبع longest word، بعدين بتصير تحطها هيك. ماشي. هلا بنحفظ الفايل، خلينا نجرب شو بيطلع معي. اوكي اس نعمل هون ستاك جي اتش سي اي ماب بودز في هون عنا إشكالية، هيدي برانية هي list of grades، إيش عاملين هيك غلط؟ طيب ماشي. اوكي ماشي. طيب بس نعمل ريلود. ماشي هذه لأنه منسوخة هذه. اوكي الاف الاف لازم تحطه اف بيساوي undefined. هلا هون بس ديفاين شاشة على اساس انه لسانا مش معرفينها يعني. اوكي طيب هون في عنا كود ماتش تايب تي وذ تايب تي اي وذ تشار. اوكي وين هيدا؟ اوكي ماشي الحال. سيت سنتكس بس وورد سترينج خلينا نعملها هيك. تمام. صحيح هذه لازم انا اثبتها. قال له ياخذ longest str. اوكي تاخذ هيك ماشي، حطه هون تحت، وبعدين تقول له تاخذ string. اوكي وبعدين تعطيك list of strings. اوكي
اوكي، وهيدا على اساس ناخذ السترينج اللي نزلت هون، تمام، ويجي يبعت على الوردز وبعدين على. اوكي، بس شوي words. طيب انا هاي اللي بدي اياها، بدي اعمل هاي، بس ما بعرف ليش. وبالفلتر اوكي، وبالفلتر تمام. match type char with char. اوكي، انت اوكي، ندخل عليه words كمان، تمام. او مثلا كان فيني مثلا words، اوكي، مثلا هيك list سميها، واملى string هون وحط مثلا هيك سميها هون هيك words list بتساوي، خلينا مثلا ناخدها هون x، نعمل هيك لتحت، اوكي، نحط هون هيك تساوي words تبعي string، فهمتشو؟ وهيدي بشيلها هيك list، بصير اسرع هيك، عرفتوا شو؟ حتى يمكن فيني اعمل هيك مثلا، تمام، كل شوي عم بفلت البطارية. خلينا نظبطها، اشتغلت. طيب بس قصة سنتكس احنا عارفين شو رايحين يعني. فصار عندي هايدي مرة واحدة بتنحسب، ترد هايدي بتنحسب مرة، ترد هاي بعدين بتنحسب مرة، اوكي، وصاروا محفظين. هلا بس انت ما تحسبهم مرة، بتستعمل هاي دغري في الضربة يعني. هلا اذا بدي انا ببساطة تشغيل longest str مثلا، hello، hey، me، okay، مثل كلا، هلا، hello، فلما بعملها هاي بتعطيني هلا وكلا كلهم، شو بيعطيني كل الكلمات اللي مظبوط. اوكي، هلا المساله اللي بعدها، اوكي، بده فانكشن اسمه ماب اودز. ماب اودز مثل الماب العاديه، الماب بتعمل هيك مثلا، تقول له انت الماب عندنا بتعمل مثلا ماب مثلا بلس 1 مثلا على لستة، بلش من 1 لـ10، بزيد 1 على كل وحده، تمام. لا احنا بدنا نعملها كيف، يصير اول واحد ياخده، الثاني لا، اللي بعده ايه يعني، وحده ايه وحده لا، وحده ايه وحده لا، يعني هذا الفانكشن اللي هون، اوكي، بدك ياخد بس اللي يعني ياخذهم وحده ايه وحده لا، وحده ايه وحده لا، وحده ايه وحده لا، عرفت كيف يعني؟ اللي على الفهارس المفرده هو اللي بده ياخذهم. هاي اول فهرس، فهرس 1 مفرد، فهرس 2 مزوج، فهرس 3 مفرد، هيك اوكي، هو بده ياخذها بهالطريقه. هلا كيف بنحلها هاي، تمام؟ شوف شو ممكن يطلع لك اشياء، تمام. شو في اول حل، بس الحل الاول مش مزبوط، تمام، مش مزبوط 100% يعني. فيك تقول له ماب مثلا فانكشن اف، بتاخذ لسته فاضيه بتساوي لسته فاضيه، طبعا
ما بيعمل شيء. بس اذا قلت له map لتعملها تقريبا مثل الماب العاديه يعني ك map لفانكشن اف على لستة فيها اولا x اوكي x1 و x و x2 والتيل والباقي اوكي. فانت شو فيك تصير تعمل؟ فيك تقول له مثلا هيك انه اف تبع الاكس 1 تمام وتزيد عليها الاكس 2 تمام وبعدين تزيد عليها الماب ماب اودز على تبع اف على تيلز اوكي. المشكلة اذا طول التيل كان مش مزوج يعني اوكي او حتى لو مزوج بس بده ياخذ بعد ما بيلاقي تمام. فراح افرجيكم اياها هلا. ما بعرف وين اخذها معي، ما بعرف ايش السبب في لانه عدده مزوج. اذا حطيناه هون 11 شايف بيعمل اكسبشن اوكي لانه عددهم مش مزوج اوكي. شو اسمه، فيك تعمل طريقة تانية يعني، فيك تزيد انت من عندك عنصر زيادة على اللستة وتضربهم كلهم، عرفت شو الفاضي تدركها يعني، فهمت كيف؟ يعني مثلا هذا حل من الحلول بس مش مزبوط لانك انت عدلت على اللستة الاصلية. بمعنى بس حتى ولو مش مناسب يعني تحط على اخر اللستة عنصر فاضي اوكي. طيب بعدين تطيره يعني مش مزبوطة يعني اوكي. فالصح مش هيك تمام، الصح مش هيك. شوف كيف راح خليها ماب اودز صغيرة هيك، ما صعب الكتابة عليها تمام. بتعمل ماب اودز لفونكشن اف وشو اسمه واللستة بتبلش بهد وتيل اوكي وبتاخد كاونتر تمام. هيك بتعمل ماشي، هيك بتبرمجها. بس اني حاطين لك الديفينيشن هيك الاساسي، فهذا رح يكون ماب اودز 1 هيك بتساوي تمام. هذا بدك تعمله هيك جنابي. ليش؟ بتصير بتعد عن طريق وبتبلش فيه من العداد رقم واحد اوكي. فبتصير تشوف اف كاونتر اف مود كاونتر تو يعني بيقسم على اثنين ولا لا اوكي. شو اسمه equals zero اوكي بس نشوف ال function count المود بس عشان اتأكد مود نشوف كيف type تبعه بس عشان نعرف كيف type مود اوكي بياخد رقم يطلع اوكي مزبوط ماشي حاول اتذكرها بس. فهيدي إذا هاي بتساوي زيرو اوكي ف شو اسمه بتحط then اوكي h
اتش وبعدين ماب اودز 1 شو اسمه الاف بتسال بي كاونتر هون بحط بين قوسين كاونتر بلس 1 اوكي بتزيد العداد مرة ثانية وبتكمل على اللي بعده تمام هيك وهيدي بتعمل هيك كلها وبتعمل هيك وليات هيك تمام كل هاي تمام ترجعها اوكي else بتعمل هيدي اوكي بس شو بتقول له الاف تبع الاتش اوكي وشو اسمه ايه وبتحط الماب اودز الفوقانية هذيك طبعا تمام بس هيك انه اذا وصل على عنصر فاضي خلص ما عادش تعمل شيء اوكي الاعداد بس بتضل شغال ماب اودز 1 اوكي هيك بده يكون تمام هلا ماب اودز هو لحاله بصير شو ماب اودز اوكي لا خليها ماب اودز العادية اوكي ماب اودز لاف مع شو اسمه لستة تمام بتساوي ماب اودز 1 ماشي ماب اودز 1 من اف مع الليستة وبتبلش من رقم واحد تمام عشان ياخد اول واحد يعني ويعد يحسبه رقم واحد مش صفر يعني اوكي ف بحسب هون هيك بصير وحدة ايه وحدة ايه وحدة لا وحدة ايه وحدة لا اوكي في الاسم هون شوي غلط مش مطرحه هون إذا لازم غيرهم هاي الاسماء يا اسماء هيك اخلص منهم سيبعغزبوني بالكتابة بعدين طيب ايه صح هون الكاونتر مش مهم ماشي الكاونتر مهما كان الكاونتر فا بطلع لستة فاضي تمام ماشي هلا map odds plus one شايف كيف بياخد واحدة بياخد واحدة اوكي هيدي واحد هيدي اصلها واحد فاذا نراقب هون كيف هيدي كانت واحد صارت اثنين زدنا عليها واحد هيدي اثنين ما بيقرب عليها الثلاثة بيقرب عليها بصير اربعة تبقى اربعة هاي يعني اوكي هيدي خمسة بتصير ستة اوكي السبعة بتصير ثمانية التسعة بتصير عشرة احداش بتصير اتناش اوكي والباب بيبقى زي ما هو يعني ما بيعرفش عليه فالفانكشن ماشي صح ماشي طيب هلا اللي بعدها بده من الاخر هذا الفانكشن شو ما كاتبين مش مهم انسى بده هو بالاخر انه هذا الفانكشن هي نسختها جاي مسألة لحدا من الناس فهي هون بقول لك شاف اللستة اللي زي هيك فيها عناصرها بس زي ما انا مضوي عليها اللي راح يصير انه الالف اللي هون بدك تسحبها اوكي هاي اول شيء بس على اساس انه اذا طلع هون في عدد زوجة هون يعني هذا الشكل العام تبعها شايفين كيف في عندي عدد زوجة لستة من اعداد زوجية هذا الشكل وفي مقابلها في عدد اوكي لكل لستة فانت بدك تدور وين السبجكت اللي بتلاقيه اوكي يعني هو مثلا وين في ماث
هون في math بدك تصفيهم، عرفت شو؟ ماشي، بدك تصفي وين كلمة math نازلة باللستة، تمام؟ بس انت لما تصفيهم بدك تطلع لي هدول الارقام اللي هون الالف والالفين والثلاث الاف، عرفت شو؟ مش كلهم يعني، بحكي مطرح ما مكتوب الالف والالفين والثلاث الاف، بس على شرط انه مقابيلها مارق كلمة math. اوكي؟ طيب ماشي. طيب هلا كيف بحل لهاي؟ ماشي، خلينا نشيل هاي خلص. هيدا بحاجة ل function، يعني كيف بدي أقول، بدنا نسحب أول شيء الليستة هاي، أوكي، ونشوف إذا العنصر الفلاني موجود في قلب الليستة، أوكي، وبعدين بنفلترها، أوكي. فأول شيء بدنا نعمل هذا helper function مثلا نسميه، أوكي. مثلا سمي ماي الم، هذا بدل الم تبعتنا الاصلي تبعت هاسكل، هذه ماي الم تبعتي انا، اوكي. بتفرجيني او بترجع لي العنصر اللي ورا هون، تمام؟ ترجع العنصر اللي ورا هون، اوكي. طيب هلا بدي اشوف طلع الليسته هيدي شيء. اوكي، او فلتر، بدنا نفلتر بالاول، اوكي، بنعمل فلتر. يعني عم حاول بس كيف اني اطلعهم يعني بالاول. في عندي فلتر بدنا نستعملها قبل ما يلم، عرفت كيف؟ نستعمل فلتر بالاول، اوكي. وفي عندي لما نطلع طول الليست العناصر، يعني اذا طلع العناصر هذا الموجودين، يعني اذا انا اكبر من واحد، اوكي. فبدنا نعمل فلترة، اوكي. في عندي اول شيء بنشوف الليست هيك كيف نسحبها من التوبل، ف خلينا نشوف هاد فلتر او شيء نسميه، ما بعرف كيف بدي اسمي لكم اياها. يعني انا في عندي توبل، تساوي اوكي الليستة، مش عارف حليتها مرة مثل النار هذيك اليوم. اوكي، ناخد هاد، اوكي بدنا نعمل اول شيء فلتر، اوكي. وفي بدنا نعمل وير هون، اوكي. وبدنا نعمل مش فلتر، مش عارف كيف بدي اظبط لكم اياه يعني، بس اصبروا علي بتفهموا الصوره كلها، بس بدي انا اظبطها. هاد تبع، او مش الهاد، السكن الفيرست تبع الاول، هذه الفانكشن بتستعمل فيرست، فلتر،
اوكي بحط هاد فلتر، بحط هون لستة. اوكي وبده يكون في عنده لستة من توبلز، هي طبعا such that انه x بيكون بيكون ال fst تبع ال x اوكي بيساوي خلينا نقول مثلا هون input مثلا بدك تحطه اوكي او ال search او ال keyword او هو مثلا عندك subject هون مثلا عم بيحكي مسمينه subjects اوكي من الليستة الداخلة اوكي يعني list of grades على لائحة العلامات اوكي لائحة العلامات. فانت fst تبع الاكس بيساوي subject تمام وبدك تجيبه من وين؟ من list of list of grades ماشي بس اوكي هيك بدك تشوف اذا هذا بينزله تمام. هلا هلا شو بعد بدنا تاني شيء خلينا نزيح هيك لانه بزبطش بعدين. اوكي هلا تاني شيء شو بدنا نطلع على هذا فينا 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 نستعمل مش فلتر، فينا نقول له اني بفانكشن اسمه اني اوكي يعني اذا انا جبنا هاي بس هيك عملنا له اني بتساوي السبجكت هوني مش سبجكت زي مثلا math مثلا مكتوبة هيك math تمام ف بتصير بنعمل هيك تمام اذا اي وحدة تمام ف اشوف شو بطلع النتيجة بطلع true ماشي هاي ممكن تفيد ماشي ففينا نعملها اني اوكي فبتعطيك السبجكت هذا بطلع اي وحده اذا طالع فيها اي وحده هذا بتجيبها ف شو بعد في كمان اذا باي وحده طالع فيها كلمه math نزلها هلا اوكي خليني بس اجرب هلا اذا احنا دخلنا هون فلتر بدنا نعمل فلتر واحنا بدنا ننزلهم كل الارقام بالاني اذا اي وحده طلعت منهم فيها ماث خلص هي هاي
إذا في عنا بدنا نعمل اوكي. هلا اذا انا عملت فلتر على هاد اوكي على الاف اس تي تبع ال اف اس تي تبع الاكس. اوكي طالع من اللستة كلامه هي لستة بتساوي ترو. اوكي شو اسمه بس اتأكد من الفلتر بس الطايب تبعها ماشي بتعرفها بس لما مستعملش هاسكل هالقد اوكي يطلع بوليان. اوكي وفينا نعمل ماب ماب دغري ماب اوكي اللي بتطلع ترو نزلها اوكي اف لا بدنا بدها فلتر بدها فلتر بس كيف الفلتر اظبطها ترو وبعدين لا list of grades اوكي لا بس لانه بنزل الجريدز اللي هن نازلين بس مش هيك حط هون هون ماي فلتر subject list of grades هون تيجي مثلا x head او tail اوكي بتكون guard
كمان my filter الى شو ما كان مع لسته فاضيه بيطلع شو ما كان بيطلع لسته فاضيه مهم تمام. بس انا هون بدنا نعملها بهالطريقه. اذا كانت ترو تعطيني شو اذا كانت ترو رجع السبجكت رجع رجع ال شو اسمه الاسندي تبع الاتش. اوكي وكمل على ماي فلتر شو اسمه سبجكت وتي. اوكي otherwise my filter subject t. اوكي لانه هذا ما بدنا شيء. اوكي طيب سمينا اف هوني ماي فلتر تمام وهون الهيد خلينا ناخذ هاي لفوق بس نسخها هيك لتحت وهون الهيد فلتر بتاخد string subject okay. مع list of grades لتعطيني bool okay. طيب هلا هون عم بيقلي في غلطة كنت match subject subject grade with character أي character هون
list of grades مش تايب هذا عفوا تايب لازم يكون هيك تمام ماشي فكرمال هيك هذا الست هلا مش الحال طيب هلا لما بجي انا بدي اطلع اللستة هاي خلينا نظبطها خلينا نقول مثلا ماي ليست تمام وخلينا نعرفها احسن هون على الكود عشان ما تعذبناش ماشي هلا لما بجي انا بدي استعمل ماي فلتر ماس يعني الالمانية هي اللغة الالمانية ماي ليست اوف جريدز بيعطوني الالف والالفين ماشي دغري هي ادور عليه وين في ماث اوكي اذا انا جبت الماث هذيك بيعطيني 3000 عرفت شو فهذا الكود اللي هو بيعمل هذا الشيء اوكي جد فانكشنز مش بسيطات اخر واحد هذا الماتريكوليشن هذا انه رقمك في الجامعة او شيء او المدرسة او الامتحان الثانوي المهم ف المهم احنا بس بدنا نصفي هون يعني نشوف وين في الازواج عدد الزوجين نازلين داخلين لسة مضمومين مع هذا الرقم اليوم اوكي ومثل ما لاحظتوا طولت شوي معي يعني عم نعملها بالليل على الاخر فهذا طبعا تحدي كبير يعني ما بعرف اي تعليقات عندكم شباب ابغى اكتبوا لنا يعني وهذا كل شيء تمام نشكر متابعتكم والسلام عليكم باي عشان اشتركوا بالقناة اخبار رفقاتكم عن هاي الفيديوهات و ما تنساش تكبس لايك على الفيديو هذا سلام